هناك فريق بحثي يبتكر نظام يوقف العربية في حال إيه بقى؟ نظام التبريد وقع، يعني بالبلدي كده الرادياتير والمروحة والمش عارف إيه وقعوا في العربية، هوب مش شغال، ترمبة المية مش عارف حصل لها إيه، الراجع والدق الحدوتة دي كلها. طيب إيه اللي يجرى؟ العربية تقف. ليه تقف؟ أي حد في الدنيا بقى بيسوق عربيات وفاهم يقول لك آه عشان لو حصلش كده والعربية وقفت وأنت فضلت سايق بيها بعد شوية تجيب جوان وش سلندر. التعبير الرائج ايام جيلنا يقول لك الموتور يجيب طحينه، ميه تختلط بالزيت، يعني من الاخر كده العربيه تجيب موتور، يعني بخ. طيب دكتور اسامه محمد عرفه القائم باعمال رئيس قسم الالكترونيات والطاقه العليا وتحويل الطاقه بمعهد بحوث الالكترونيات معانا على التليفون، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف. ازاي الصحه يا فندم؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ أنا سعيد بصراحة برسالة الأمل اللي أنت بتوجهها للناس كلها. والله يا فندم أصله حضراتكم علمائنا اللي بتديها للمصريين في نفسهم. لا يا فندم العفو عظيمة. العفو يا فندم. الدكتور هناء ضاحي دي رسالة جميلة يعني تدينا الأمل كلنا وتدينا ثقة. ودكتور أسامة كذلك. ربنا يخليك. والله حقيقي. دكتور أسامة قول لي إيه الفريق البحثي عمل إيه والابتكار ده هنشتغل عليه ممكن في الإطار الصناعي إذا سمح الموضوع؟ تمام. هو بص الموضوع ده طبعا يعني عشان نوضح قوي معهد بحوث الإلكترونيات أكبر بكتير قوي من الموضوع الصغير ده. معهد بحوث الإلكترونيات فيه حاجات عظيمة من ناحية العمق والمحتوى البحثي والنفع والفايدة. ده موضوع صغير قوي اللي فجروا ان احنا قابلنا يعني احنا تعرف المعاهد البحثية يعني احد الادوار بتاعتها انها تقدم حلول تطرح حلول للمشاكل المجتمعية حتى لو كانت صغيرة. حلو. المشكلة دي يعني قابلت اكتر من حد في العضو الفريق البحثي وكنا دايما نتساءل ليه شركات العربيات بتجيب عربيات في مصر لما تنسى الحزام تديك صفارة ولما تنسى الباب مش قافله كويس تديك صفارة لكن لما الموتور يسخن ما تديكش صفارة لغاية لما تلبس الحيطة. فيعني اتفقنا ان احنا ان ده قصور والقصور ده بغض النظر هو مستهدف او غير مستهدف محتاج يتعالج. فبدأنا طبعا الموضوع بتاع قياس الحرارة ما هوش اختراع يعني ده في ألف وسيلة لقياس الحرارة يعني مش حاجة يعني احنا بنتكلم على الموضوع ده ان هو ديفلوبمنت اكتر من انه ريسيرش يعني المحتوى البحثي فيه قليل للغاية وكان بيتمحور حوالين ازاي احط قياس الحرارة في انسب مكان على المحرك عشان يديني اسرع انذار ممكن لانه الحقيقة العربية ما بتاخدش وقت كتير قوي عشان توصل من الحرارة الطبيعية للحرارة القصوى اللي هي تقفيل المؤشر زي ما بيقولوا يعني بيتكلم في حدود 60 ثانية. فدي نقطة. النقطة الثانية يعني معذرة على تصحيح الموضوع طبعا تعرف ان في خطورة ان احنا نوقف عربية ماشية طبعا فهو الجهاز مش بيوقف العربية الجهاز بيدي انذار احنا بنعتبر ان في سواق اتليست مش واخد باله بس فانا بنبهه بالصوت واللمبة اللي بتقيد ضوء متقطع الاثنين دول كافلين ينبهوه حتى لو بيتكلم في التليفون او مش واخد باله ان في حاجة غلط بتحصل في العربية فيقف في اسرع وقت ممكن كويس. الجهاز له يعني ايه عليه تشخيص ذاتي للعطل لانه الموست كريتيك او الجزء الاكثر حساسيه في الجهاز ده هو الحساس او المستشعر بتاع الحراره فالجهاز بيقدر يديتكت اذا كان المستشعر سليم او في خطا في دائره المستشعر وبينبه السواق فهو الفكره ان هو على قد ما هو حاجه بسيطه لكن مردودها الاقتصادي زي ما حضرتك قلت كده كبير ان انا عربيتي تعطل واقعد جنبها يومين بصلح في بقى وش سلندر وساعات الموتور بيقفش وحاجات زي كده مسائل تكلفتها كبيره من ناحيه قطع الغيار من ناحيه الجهد من ناحيه الوقت اللي ضايع من ناحيه المال المهدر يعني احنا كبلد في احوج ما نكون ان احنا نرشد استيرادنا من اي حاجه يعني فالقصه ان احنا عملنا الجهاز ده هوت عملنا حاجه اسمها بيقولوا عليها البايلوت برودكشن يعني حوالي 120 يونت تجريب احنا عملناه حتى بامكانياتنا الذاتيه اللي هو ايه ما رحناش لخط انتاج او حاجه احنا عملنا التكنولوجيا اللي هي طبعا هنقدر نعمل اخر تكنولوجيا اللي هي السيرفس ماونت لكن احنا عملناه ثرو هول لان احنا
اللي هو الكومبوننت اللي هي بتركب في البورده، بتعدي من اخرام في البورده وكده. دول تو جنريشنز في التكنولوجي مختلفين يعني، بس الاولانيه نقدر نعملها بامكانياتنا البسيطه، مش محتاجين خط انتاج. فعملناها واخدنا وقتنا في التجريب وتاكدنا ان الدنيا كويسه، وفي الاخر عملنا ريليز لل 120 يونت. والحقيقه في 60 يونت تركبوا في عربيات مختلف انواع العربيات، وزي ما انا بعت كده لحضراتكم في مراكز متخصصه في التوكيل عربيات، يعني اختبر الجهاز عنده. وفي شركات مصريه الحقيقه ركبت الاسطول بتاعها بتاع العربيات بالكامل، الجهاز بتاعنا، وحتى من باب تاكيد ان احنا عملنا قيمه لها فيها نفعيه للمجتمع. يعني طلبنا منهم اذا كانوا لقوا فايده في الجهاز بتاعنا ان هم يقولوا لنا لقوا ايه يعني، او لقوا حاجه كويسه ولا لا. فالحقيقه برضو ده يعني لمسناه بوضوح يعني. فالموضوع طبعا قابل للتطبيق، وانا بقول ان هو مش تكنولوجيا خطيره على حاجه، لانه العربيات اللي هي الفئات العاليه من العربيات فيها كل السيستمز دي، فيها حاجات بتنبهك ان الميه قلت، فيها حاجات بتنبهك ان الميه الحراره زادت. لكن العربيات الشعبيه او هي في الفئه اللي هي الاكثر تداولا بين الناس، تعرف مصر برضو احنا عندنا سيارات الطبقه المتوسطه ما فيهوش الحاجات طبعًا. دي فتزويدها بحاجه زي كده بتكلفه اقتصاديه جدا، يمثل عشر التكلفه بتاع ان انا اعمل جوان وش سلندر والكلام ده، ده حاجه كويسه ومفيده. طب انا يا دكتور اسامه يمكن عندي سؤال، وحضرتك بتشرح يعني كويس جدا انه يتم تركيب السنسور ده وانه بيدي هذه الرساله التنبيهيه لسائق السياره، وخصوصا لما جيت حضرتك نبهتني قلت لي بس انا هصحح العربيه ما توقفش نظرا للخطوره، انه استحاله طبعا العربيه فجاه تقف وهي على الدائري هتحصل كارثه لا قدر الله. لكن هل من الممكن انه يحصل تطوير ما بانه أول ما العربية تبدأ تقف وتيجي على الحالة بتاعة بارك أو إن، يعني تيجي على حالة النيوترال تماما أو الركنة، تفصل تلقائيا يعني تطوروا شيء ما يخليها تفصل جداً. انا مش عايز اللي سايق لسه يعني يقعد يفكر بقى نو ايفورت يعني اللي حضرتك بتقول عليه ده سهل جدا، ما فيش فيه اي مشكله. وكمان انطلب مننا حاجات ابعد شويه وممكن برضو تطبيقها او عمايلها يعني. يعني ناس كثيره كان عندها اللي هي اهتمامات بانه يشوف درجه الحراره ودرجه الانذار، لانه الكلام ده كله بيتم بشكل اوتوماتيك على اساس ان احنا ما كناش عايزين نعمل اي نوع من تشتيت ذهن اللي سايق. يعني انا هو ما يهموش درجه حراره السبيكه كام ودرجه حراره الالارم كام، احنا كنا مركزين على الوظيفه اللي هو ان في الارم كونديشن دلوقتي، في وضع انذار دلوقتي. فكل الفيتشرز اللي الناس طلبوها كتحسينات، من ضمنها برضو انه الناس اللي عندها اساطيل متراقبه بالجي بي اس عايز يعرف مدى مسؤوليه السواق انه استجاب لانذار الحراره في التوقيت المناسب ولا لا. فناس طلبت كوميونيكيشن لاير اللي هي يعني يبقى في امكانيه الاتصال بسيرفر للشركه او كده. كل ده احنا كخبرات وعلم في معهد بحوث الالكترونيات عندنا القابليه والقدره ان احنا نعمله. لكن الفكره انه احنا بدانا بسيد بذره، البذره ديت محتاجه مستثمر، لانه مثلا من ضمن الحاجات اللي لاحظتها في تسويق العدد القليل من الوحدات ان الناس مستغليه شويه السعر اللي احنا كنا بنبيعه بيه، لان هو اتعمل زي ما قلت لحضرتك كده بطرق بدائيه. لكن لو دخل في طور الانتاج الكمي هيبقى متاح مثلا ب 250 جنيه 300 جنيه، فده حاجه مش فلوس بالنسبه لاي حد بيشتري قطعه غيار في عربيه. وانتاجه الكمي التكس برضه مش محتاج ايفورت جديد، لانه موجود منه موديلز بتلبي الاحتياجات اللي الناس طلبتها. يعني اوريدي احنا عملنا صممنا الحاجات ديت وهي جاهزه للانتاج الفوري. يعني لو حد تبنى الموضوع ده بشكل انتاج، لان احنا جهه بحثيه ما عندناش الفاسيلتيز بتاع الماس برودكشن. أيوة. لكن نقدر نقدم النوها ونقدر نساعد الناس انها تعمل حاجه نافعه بسكيل كبير يعني للمجتمع كله. دكتور اسامه اللي بتقوله لي ده اروع من الموسيقى، وانا اولا عاوز اشكر حضرتك، ثانيا انا عايز ان احنا مره لازم نقعد كده نلتقي مع حضرتك، عايز اتكلم اكتر على معهد بحوث الالكترونيات، لانك قلت لي جمله بالنسبه لي عظيمه، قلت لي المعهد اكبر بكتير من المشروع ده، حتى برغم اهميته كان ده حاجه صغيره قوي عندنا. ده معناها ان انا عندي حجم ابحاث وابتكارات بل واختراعات بالمعنى الكامل والمجرد للكلمة مهول، بل وعلى ما يبدو انه شديد الأهمية، مش بس كميا لا من حيث الكيف شديد الأهمية. أظن نستفيد من ده بقى، نستفيد من ده ازاي؟ نحن نحوله الى اقتصاد كمي انتاج، ازاي نقدر ندخل ده في عمليات التصنيع؟ التكامل اللي يحصل ما بين معهد بحوث الالكترونيات وما بين التصنيع المصري يا حلاوة.